الشفارة هذه وقفة دارها الموظفين كاملين على ود الظروف اللي كنعيشوها يوميا، ولينا في صدام مباشر مع المرضى لانه الادوات ما كاينينش، الوسائل المنعاد ما قليله، ماشي كاع ما كاينه وانما قليله ما كتكفي حتى الحاجه. تنوليو مباشره في صدام مع المواطنين، المريض تيجي تيخصو يتعالج تيلقى راسو ما الظروف ماشي هي هذيك، الوسائل غير كافيه. اذا تنوليو حنا في مباشره مشاكل مع المواطنين، التدبير والتسيير ما كاينش، المسيرين ما كاينش، المنشكيو حنا كموظفين تنوليو في صدامات يوميه مع المواطنين ومع المرضى، وهذا تيخصو يتخذ بعين الاعتبار الناس اللي هما مسؤولين على الجهه كامله، يجيو يوقفوا على هذا الشيء باش يحيدوا هذه المشاكل اللي كنواجهوها حنا يوميا. ولينا في ضغوطات نفسيه، ما كاين وسائل، الراحه ما كايناش، بمعنى من نهار بدينا في شهر ثلاثه لدابا وحنا في المعاناه يوميه، ما كاينش شي نهار اللي ما كندوزوش، تنوليو كنحسوا براسنا جايين الحرب، ماشي جايين اننا نديو واحد المهمه واحد الوظيفه، كنجيو كاننا جايين على اعصابنا وجايين للحرب نديروها. وهذا الشيء تنتمناو في القريب العاجل ان شاء الله السلطات عن قريب وعن بعد والمسؤولين من 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 الجهه او من الوزاره انهم يتدخلوا في اقرب وقت ويلقاو لنا حل لهذه المعضله اللي حنا كنعيشوها يوميا. اول حاجه الاكسجين تيتعلق بالمريض، ما عندناش في الاقسام الاكسجين، المريض تينعس عندنا كاع المرض كوفيد تيكون عندهم اتانت بيلمونير وتيكون عندهم محتاجين الاكسجين تيكون ديساتوري، باش حنا نديرو ليكس ما تلقاوش الاكسجين. عندنا مثلا حنا في السيرفيس ديالنا عندنا اربعه ديال لي سورس وناعسين عندنا 24 مريض ولي زوخ مال كلهم ايزون بيزون دوكسيجين وما كاينش الاكسجين، واش نديرو اش نديرو لهم؟ نبقاو نتفرجوا فيهم؟ راه ما يمكن ليناش، الناس يبقاو يتجيفوا لينا هكاك في السرابس. وهضرنا مع الاداره، الاداره قالت لك ما عندهاش الاكسجين، وهذا الشيء كان الجور هذه ولحد الان الاكسجين ما توفرش في السرابس. عندنا مشكل ديال سميتو لانفيكسيون ديال البيرسونيل سواء ميديكا ولا انفيرا، هذا الشيء غادي تيتزاد، خاص الاداره تلقى لنا الحل، لان السرابس مديورين ما مديوريش على حساب كوفيد. عندك السيرك وعندك السيرفيس عادي ديال مثلا ديال ميديسين ولا ديال الشيروجي تيكون فيه سبعه ديال اربعه ديال القاعات، كل قاعه فيها سبعه ديال الليلي تينعسوا الناس بعدا ناعسين بحال السرديل، وباب واحد تيدخل منه المريض ويدخل منه الممرض ويدخل منه الطبيب، كل شيء متعرض لا كونتاجيون. عندنا مشكل اخر ديال الاقامه، الوزاره ولا المسؤولين منعوا لنا الاقامه، الناس دابا تيخدموا في كوفيد وتيمشوا لديورهم ما عندهمش وتيمشوا وكاين وتيمشوا في الطوبيسات ديال في الطوبيسات لا في الطاكسي ولا في الوسائل الخاصه ديالهم وتيمشوا وكاين بعض الناس كاع اللي كراو الناس كاين الناس اللي كراو دي زابارتومون باش ما يمشوش لديرهم، واللي ما عندوش امكانيه باش يكري راه تيمشي لدارو وربي اللي تيحفظ، ما عرفنا دابا اش واقع. كنا كنشدو غير لي مالاد لي كاردياك صافي لا سميتو، دابا كنتفاجئ تجيب لينا لي مالاد ديال كوفيد تتقول لنا لا غتخدموا فيهم، وكنتفاجئ بان وحده حامله بعدا بنيه حامله ومخليها خدامه في سيرفيس الحارسه العامه، وانا كاردياك وبلوكي عندي في لي زافايون، وكتقول لي دخلي ديري الكوفيد وانت وكاين واحد ستاتي فيه اللي عنده لي مالاد كرونيك اش تي ا ولا اجي 58 سنه كنفاجئو كتقول لك لا خصك تمشي تخدمي ولا غادي نكتب بك. وهنا الاغلبيه ديال هادشي كلشي اللي كتشوفو اللي ما عندها اللي كتمشي بحوايجها كتمشي لدارها، هاي وحده عندها بنيتها مريضه هي دابا سو تريتمون في عندها الفيروس، وحده اخرى عندها باها البنيه عندها باها هي دابا مشات هي مريضه، راه حنا ما كاينش واحد لا كوفيرتور سانيتير، دونك خاصكم ديروا لينا حل. الاكسجين ما كاينش، كاين القليل ما كاينش، لي مالاد كاينين كثار، كنتفاجئوا دابا في لي زيرجونس ناعسين غير في الارض. تنطلبوا الى هذا المريض ملي يجي ما نتعذبوش حنا معاه، ملي تيجي مريض وما تتلقى ما دير ليه تتولي انت تتموت معاه، ما عندك ما دير ليه، حنا بغينا غير الامكانيات. اما السبيطار من دخله تيبان لك ما سبيطارش، من دخله ما فيه لا امكانيات، فيه الحيوط ديال زمان منذ الازل ما كاين فيه حتى حاجه،
تصور انت مريض جارو من الشاريو من ديبريس عنده مشكل التنفس وجارو فهاد الطريق، كي تيبان لك ما يوصل الانعاش حتى يموت. يعني راه كلشي باين، السبيطار ما فيه والو والو. حنا لا اله الا الله رفعنا يدينا، حيت حنا ولينا تنموتوا مع المرضى. راه دوك المرضى راه فيهم خوتنا، فيهم حبابنا، فيهم عائلاتنا. الناس تيجيو هاجمين علينا، حنا لا حول لنا ولا قوه. حنا بغينا الناس يفهموا باننا حتى حنا معاهم، حنا يدينا في يديهم. حنا بغينا المجتمع المدني يتدخل، السلطات، سيدنا ان شاء الله يوصلوا هذا الشيء، بغينا يوصلوا. حيت تيوريو ليه غير الكذوب، تيوريو ليه التصاور الزينين، اما الحقيقه لا تصلوه لا تصلوه. وتنعرفوا سيدنا ملي تتوصلوا شي حاجه راه تيدير اللي في جهده، تيدير كل شيء. وعاش الملك.